السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نضع النص. لما نيجي هنا بنلاقي تايب تول، تقدر تحط النص بالشكل دوت، تقدر تكتب اللي انت عايزه، او لو انت عندك باص تبدأ تكتب عليه. اقدر اكتب اللي انا عايزه. تمام، هناخد كلام من هنا من التايب فيل ويز بليس هولدر تكست بالشكل دوت، تقدر تعمل عليه سيلكت، تقدر تخليه الناحية دي، تقدر تختار شكل الباراجراف اللي انت عايزه، وتقدر تختار اللغة نفسها اللي انت عايزها. طيب انا ممكن برضو يكون عندي اشكال جاهزة من هنا، ده ريكتانجل فريم مثلا او اليبس بالشكل دوت، يعني خلينا نختار اليبس اهوت. عايز ابدأ اكتب التكست يكون جوه الكلام دوت، فهاجي هنا اختار تكست، الاقي ان التكست شكله اتغير اول ما اوقع هنا. يعني بص هنا شكله مربع، لما بيقع هنا بياخد شكل دايره، فاقدر اجي هنا واخد اكتب الكلام اللي انا عايزه. تمام، ممكن مثلا اكتب بالشكل دوت، ممكن اعلم على الكلام كله واقول له خلي الكلام كله في المنتصف. وكذلك برضو ممكن تختار شكل من الاشكال اللي هي بوليجن فريم تول، وتبدأ تكتب زي ما انت عايز. هختار شكل التكست وابدأ اجي هنا واضغط وابدأ اكتب. تمام، ولو انا عندي اي لاين تول، عندي لاين كده، تمام، اقدر اخد من التكست ده اقول له طيب اون اباس. تمام، هتلاقي ان هو جه هنا عند الخط دوت وبدأ يلقط، فتقدر تكتب زي ما انت عايز على نفس المسار دوت. فتلاقي التكست لذيذ، يعني في شوية اوامر كتيرة موجودة فيه. علامة الزائد دي معناها ان في كلام بره التكست دوت، وممكن تكتشفها برضو من هنا. بتلاقي تحت عدد الايرور الموجوده في الصفحه، فبتدوس عليها يجيب لي قايمه يقول لي خلي بالك ان في تكست اوفر سيت، في تكست اهوت موجود في زياده، يعني في تكست موجود بس مستخبي لان الصفحه خلصت. تقدر تدوس على علامه الزائد دي وتبدا بقى تكمل التكست اللي انت عايزه، بحيث ان التكمله تظهر هنا، وتقدر تدوس هنا في اي وقت وتكتب. والكتابه اللي بتكتبها لو خلصت المربع ده بتتنقل للمربع التاني، فهم كلهم بيكملوا بعض، بحيث ممكن تكون دي في صفحة ودي في صفحة تانية. تقدر تجي من هنا في أي وقت تغير الخصائص بتاعة التكست، اللون بتاعه مثلا، طب المؤثر بتاعه، خلينا مثلا ناخد لون تاني اهوت. ممكن تقول له مثلا انا عايز تأثير يكون ابيض مثلا، او التأثير ده خليه مثلا اسود. تمام، تلاقي خد اللون وخلى فيه شكل خارجي اللي هو اللون الاسود بشكل ده. ممكن في اي وقت تتعلم عليه كله وتحط بداله ملف وورد، تقول فايل بليس وتختار اي ملف وورد، فهو يبدأ ياخد الكلام من ملف الوورد يبدأ يحطه في الملف دوت، وليكن مثلا دوت اهو، بياخد الملف كله بسلطاته ببابا غنوجه بالصور بكل حاجة ويبدأ يحطها في الملف ده بالشكل دوت. دي بقى موضوع تاني، موضوع ان احنا ازاي نعالج لو في خطوط زي كده. باجي هنا اعلم على الكتابه ديت، وبعد كده باجي هنا على طيب وبدوس كنترول مع فيل ويز بليس هولدر تكست، بيقول لي الخط ده رومان، هقول له اخليه ارابيك، بيعدل لي الخط زي ما انتم شايفين.